السي حميد المهداوي صحفي مقتدر وعزيز عليا شخصيا، كنتابعو كنشوف داكشي اللي كيدير ومجهودات ديالو يشكر عليها. داني واحد القضيه مؤخرا لاحظتها، هذا ما عرف اعتبره من واش نقد بناء ولا اعتبره كيما بغيتي، انك اخويا حميد وليتي هاز السطل والشتا ديال التبنتير، فوقاش ما تذكر القصر الملكي كتبنتر، وبعض المرات ما خصوش يعني في السياقين سياقات ما خصوش يتذكر فيها وكتجر وتبنتر وتكمل. والله العظيم انا بعض المرات كنكون متابع معاك شويه كتخرج داك السطل كتبقى تبنتر كتضيع كلشي، فما عرف ربما نكون غلط، ولكن راه ماشي واحد جوج ثلاثه نجبدوا القصر الملكي ونبنترو فيه، الا بغيتي تحط راسك في ديك في ديك الفريق ديال الصحافه الصفراء هذيك شكل اخر. انا بعدا ما كنعتبركش صحافه صفراء، كنعتبرك صحفي مقتدر كدير خدمتك، ولكن بعض ماشي بعض وليتي كتكثر في ديك الصباغه. تحياتي للشعب المعتقل داخل الفساد.